شكاوي عديدة حقيقة، مثل ما قلت لك أنا إحنا متمثلة في عدة قطاعات عندنا إياها في 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 على مستوى الوزارة، منها السجل التجاري، منها حماية المستهلك، منها يعني حماية المستهلك قد تردنا يعني هي الأكثر خاصة فيها استفسارات وفيها بعض الشكاوي. نتكلم عن عديدة يعني من الأرقام الحالية، نحن ما يحضرني الرقم بالضبط يعني كم يكون، ولكن أتكلم عن إحنا اليوم 900 يعني شكوى إلى 1000. ورداتنا خلال تطبيق القيمة المضافة اللي هو بداية نتكلم إحنا بداية السنة من يناير 1 يناير إلى اليوم. طبعاً الوزارة يمكن قد يكون اليوم هي يمكن قد أول وزارة اليوم تنشئ حساب الواتساب للمواطنين لتوصيل وتسهيل عملية الوصول وطرح كل ما عندهم من مشاكل وملاحظات ويتم الرد عليها. هذا يرفع لنا الرقم كبير حقيقة من الشكاوي ومن الملاحظات والرصد حقيقة. واللي يهمني في ذلك إن أنا ما يهمني إن المواطنين هم العين الأساسية بالنسبة لنا إحنا كإدارة التفتيش أو كوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتوصيل جميع ما هو يلاحظونه من اختراقات أو من انحرافات لل يعني الأمور الخاصة في 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 الأسعار وفي السلع وغيرها من ما يهم الشارع والمستهلك.